الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. صدق الله العظيم. قال الإمام الصادق عليه السلام: الدنيا بمنزلة صورة، رأسها الكبر، وعينها الحرص، وأذنها الطمع، ولسانها الرياء، ويدها الشهوة، ورجلها العجب، وقلبها الغفلة، ولونها الفناء، وحاصلها الزوال. في الرواية: تمثلت الدنيا للمسيح عليه السلام في صورة امرأة، فقال لها: كم تزوجت؟ فقالت: كثيرا. قال: فكل طلقك؟ قالت: لا، بل كلا قتلت. قال المسيح عليه السلام: فويح لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بالماضين؟